المرأة السامرية. ولما عرف الرب أن الفريسيين سمعوا أنه يتخذ تلاميذا ويعمد أكثر من يوحنا، مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك منطقة اليهودية ورجع إلى منطقة الجليل، وكان لابد له أن يمر بمنطقة السامرة، فوصل إلى بلدة فيها تدعى سخار، قريبة من الأرض التي وهبها يعقوب لابنه يوسف، حيث بئر يعقوب. ولما كان يسوع قد تعب من السفر، جلس على حافة البئر، وكانت الساعة حوالي السادسة، وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها يسوع: اسقني. فإن تلاميذه كانوا قد ذهبوا إلى البلدة ليشتروا طعاما، فقالت له المرأة السامرية: أنت يهودي وأنا سامرية. فإن اليهود لم يكونوا يتعاملون مع أهل السامرة. فأجابها يسوع: لو كنت تعرفين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أسقيني، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. ولكني يا سيد، فقالت المرأة: ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ هل أنت أعظم من أبينا يعقوب الذي أورثنا هذه البئر وقد شرب منها هو وبنوه ومواشيه؟ فقال لها يسوع: كل من يشرب من هذا الماء يعود فيعطش، ولكن الذي يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش بعد ذلك أبدا، بل إن ما أعطيه من ماء يصبح في داخله نبعا يفيض فيعطي حياة أبدية. فقالت له المرأة: يا سيد، أعطني هذا الماء فلا أعطش ولا أعود إلى هنا لأخذ ماء. فقال لها: اذهبي وادعي زوجك وارجعي إلى هنا. فأجابت: ليس لي زوج. فقال: صدقت إن قلت ليس لي زوج، فقد كان لك 5 أزواج والذين تعيشين معه الآن ليس زوجك. هذا قلته بالصدق. فقالت له المرأة: يا سيد، أرى أنك نبي. أباؤنا عبد الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تصرون على أن أورشليم يجب أن تكون المركز الوحيد للعبادة. فأجابها يسوع: صدقيني يا امرأة، ستأتي الساعة التي فيها تعبدون الآب لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. أنتم تعبدون ما تجهلون، ونحن نعبد ما نعلم، لأن الخلاص هو من عند اليهود. فستأتي ساعة، بل هي الآن، حين يعبد العابدون الصادقون الآب بالروح والحق، لأن الآب يبتغي مثل هؤلاء العابدين. الله روح، فلذلك لابد لعابديه من أن يعبدوه بالروح وبالحق. فقالت له المرأة: إني أعلم أن المسيا الذي يدعى المسيح سيأتي، ومتى جاء فهو يعلن لنا كل شيء. فأجابها: إني أنا هو الذي يكلمك. وعند ذلك وصل التلاميذ ودهشوا لما رأوه يحادث امرأة، ومع ذلك لم يقل له أحد منهم: ماذا تريد منها؟ أو لماذا تحادثها؟ فتركت المرأة جرتها وعادت إلى البلدة، وأخذت تقول للناس: تعالوا انظروا، إنسانا كشف لي كل ما فعلت، فلعله المسيح. فخرج أهل سخار وأقبلوا إليه، وفي أثناء ذلك كانوا التلاميذ يقولون له بإلحاح: يا معلم كل. فأجابهم: عندي طعام أكله لا تعرفونه أنتم. فأخذ التلاميذ يتساءلون: هل جاءه أحد بما يأكل؟ فقال لهم يسوع: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأن أنجز عمله. أما تقولون بعد 4 أشهر يأتي الحصاد؟ ولكني أقول لكم
انظروا مليا إلى الحقول فهي قد نضجت وحان حصادها، والحاصد يأخذ أجرته ويجمع الثمر للحياة الأبدية، فيفرح الزارع والحاصد معا حتى يصدق القول: واحد يزرع وآخر يحصد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم تجنون ثمر أتعابهم. فآمن به كثيرون من السامريين أهل تلك البلدة بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد قائلة: كشف لي كل ما فعلت. وعندما قابلوه عند البئر دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين، وتكاثر جدا عدد الذين آمنوا به بسبب كلامه، وقالوا للمرأة: إننا لا نؤمن بعد بسبب كلامك، بل نؤمن لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه مخلص العالم حقا.